جحدوا جحدوا ولاء المرتضى ولكم وعى منهم لها قلب وأصغى مسمعوا وبما جرى من حقدهم ونفاقهم في بيته كسرت لفاطم أضلعوا وعدوا على الحسن الزكي بسالف الأحقاد حين تألبوا وتجمعوا ما زال مضطهدا يقاسي منهم غصصا بها كأس الرداء يتجرع حتى إذا نفذ القضاء محتما أضحى يدس إليه سم منقع فتقطعت بالسم من أحشائه قطعا غدت مما به تتقطع وغدا بعين الله يقذف قلبه قطعا لها حتى الصفا يتصدع لله أي رزية أضحت بها أركان شامخة الهدى تتضعضع وانا المصيبة يا شيعة اي والله هناك عد امهم قبورهم مهدمة البارحة وفاته بأبي وأمي لا موكب لا ون حتى احنا مواكب ما عندنا بعد ولا عليك يا ابو محمد أمهم شو تقول في هذا اليوم وأنا تولي تقعد بالبقيع وما عندها معزين لو تقصد كربلاء تقول أبكي على الحسن المسموم مضطهدا أم الحسين لقا بين الخميسين أبكي عليه خضيب الشيب من دمه وعفر الخاد محزوز الوريدين ايش عندك مولاتي سيدتي فاطمة ايش عندك قالت يا مسمومي يا مذبوحي عليكم لا اجذب الون حسن يا حسين يا ولادي عليكم ذايب فان واحد ما
مات في داره واحد جاتني أخبار وحش البار زوارا عليكم لا أجذب الون حسن يا حسين حسن يا حسين يا ولادي عليكم ذا يبفن هذا ميل تضيب سمان وذاك معافر بدم عفير أخوته يمه عليكم لا أجذب الون حسن يا حسين حسن يا حسين يا ولادي عليكم ذا يا المذبوح في عاشور مرمي والصدر مكسور على مصابك نشرت شعور عليكم لا أجذب الون حسن يا حسين حسن يا حسين يا ولاد عليكم ذا يقول نوحي على الأولاد يا زهر الحزينة في كربلا واحد واحد بالمدينة وتفرقوا عنيت وصار الشمل تبديل واحد من جعده قضى واحد مني واحد دفن عنيت واحد عنك بعيد قبر الحسن عندك وقبر حسين وين أويلي أويلي حطوا يا زهرة اليوم في دارك عزية بالدار ناصبها غريب الغاض وانتي يا زهرة بالصفايح مختفية ليتك يا زهرة اليوم حالة تنظرين ليتك تشوفين الحسن في صدر الحسين مسند له بصدره ويجري مدمع العين والكل منهم قابض الثاني باليدين ويصيح ده مكتوب الدهر خويا علينا